بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية مرة أخرى مع الشوط الثالث المخصص لقعدان ثنايا قعدان على مسافة 6 كيلومترات مخصصة من لجنة الانطلاق العليا. أعزائي المشاهدين ومستمعينا الكرام، نتمنى لجميع المشاركين في هذه الفعاليات الجميلة النجاح والمزيد من التقدم. وها نحن في طريقنا إلى صاحب المركز الأول الطويل للسيد نادر بن فضلة المطيري، ولكن على ما أعتقد التغير الذي جرى من لكن والله ما زال الطويل للسيد نادر بن فضوة المطيري في المركز الثاني. شعار السيد حسين بن مانع بودواس العجمي على ظهر المتحد في المركز الثالث. مياس للسيد عيد بن مسلم الشلاحي، ويليه مباشرة في المركز الرابع شعار السيد حشر ابن ظفر الهاجري على ظهر فريد، ويليه مباشرة في المركز الخامس السنافي للسيد مسفر بن مبخوت العجمي، وفي المركز السادس منصور للسيد فهد بن بدر العتيبي، وفي المركز السابع شلهوت للسيد سالم بن فهيد بن عبد الله المري، وفي المركز الثامن شعار السيد مشعل بن بجاش العجمي على ظهر صوغان، وفي المركز الثامن شعار سعيد سعود بن طينان الهاجري على ظهر محبوب للسيد سعود ابن طينان الهاجري، ولكن التغيير من الزعفران للسيد مجدل ابن عواض العتيبي، ويقوم بعناية تضميره السيد زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، وفي المركز التاسع الكاظم للسيد مجدل بن عواض العتيبي مشارك باثنين اليوم والله ولي التوفيق يا جماعة. وفي المركز العاشر عزام للسيد خالد إبراهيم الشطي. أعزائي المشاهدين ومستمعينا الكرام، أول نداء للعشرة المراكز الأولى، ونعود والعود أحمد بإذن من الله تعالى مع صاحب المركز الأول. وما زال الطويل للسيد نادر ابن فضوة المطيري مسيطر سيطرة تامة ومرشح قوي والله في هذا الشوط، مرشح الطويل قوي في هذا الشوط للسيد نادر ابن فضوة المطيري. ويليه مباشرة في المركز الثاني مياس للسيد عيد بن مسلم الشلاحي، ويليه مباشرة في المركز الثالث المتحد للسيد حسين ابن مانع بودواس العجمي. في المركز الرابع فريد واصلكم فريد للسيد حشر ابن ظفر الهاجري. الفريد للسيد حشر ابن ظفر الهاجري، وفي المركز الخامس تأخر يا أخوي يا عطلة، خل نعدد المراكز المتبقية. في المركز السادس الخامس شلهود للسيد سالم فيد ابن عبد الله المري، وفي المركز السادس الزعفران للسيد مجدل بن عواض العتيبي، وفي المركز السابع السنافي خلك السنافي اليوم للسيد مسفر بن مبخوت العجمي، وفي المركز الثامن محبوب للسيد سعود ابن طينان الهاجري، وفي المركز التاسع الكاظم للسيد مجدل بن عواض العتيبي، وفي المركز العاشر منصور للسيد فهد بن بدر العتيبي. أعزائي المشاهدين، ثاني نداء للعشرة المراكز الأولى، ونعود مع الطويل والله ما زال مسيطر الطويل للسيد نادر بن فضوة المطيري. وقد قلت لكم أن الطويل مرشح قوي في هذا الشوط، مرشح قوي جدا لهذا الشوط الطويل للسيد نادر بن فضوة المطيري، ومتواجد في هذه الفعاليات الجميلة. ويليه مباشرة في المركز الثاني مياس للسيد عيد ابن مسلم الشلاحي، ويليه مباشرة في المركز الثالث المتحد للسيد حسين بن مانع بودواس العجمي.
ولكن خلوني مع الطويل الطويل الطويل. والله ما زال مسيطر على ما ابتعاد، والله ابتعد عن الشوط شوي، ابتعد شوي طويل للسيد نادر بن فضوة المطيري، وفي المركز الثاني مياس ولا المتحد؟ المتحد. المتحد للسيد حسين بن مانع ابو دواس العجمي، وفي المركز الثالث مياس للسيد عيد بن مسلم الشلاحي، في المركز الرابع الفريد، الفريد للسيد حشر ابن ظفر الهاجري، وفي المركز الخامس الكاظم، الكاظم للسيد مجدل بن عواض العتيبي، بعناية تضمير السيد زايد ابن مجدل العتيبي، وفي المركز في المركز السادس الزعفران للسيد مجدل بن عواض العتيبي. اثنين يا اخويا زايد اليوم، والله ولي التوفيق. وفي المركز السابع السنافي للسيد مسفر بن مبخوت العجمي، وفي المركز الثامن سعود بن طنان الهاجري على ظهر محبوب، وفي المركز التاسع دسمان، اول نداء لدسمان للسيد مشعان بن محمد العتيبي، ويا مرحبا بالشعار الازرق الذي والله واصل مشعان، والله شعار جميل وإنسان جميل، ويا مرحبا بك يا مشعان بن محمد العتيبي، ويا مرحبا بالجميع. في المركز العاشر مرعوش للسيد مقبل بن زايد العجمي. أعزائي المشاهدين، ثالث نداء للعشرة المراكز الأولى، ونعود والعود أحمد بإذن الله تعالى. ما زال الطويل الطويل ما زال مسيطر سيطرة تامة على المركز الأول. روح روح، نلحق 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 بالطويل، نلحق بالطويل، ما زال مسيطر سيطرة. والله والله مرشح غوي الطويل، مرشح غوي الطويل لهذا الشوط الطويل للسيد نادر ابن فضوة المطيري. ما زال مسيطر وما زال مستمتع في المركز الأول، والله ولي التوفيق. في المركز الثاني الفريد للسيد حشر ابن ظفر الهاجري، وفي المركز الثالث الكاظم للسيد مجدل ابن عواض العتيبي. ولكن خلوني مع الطويل، والله الطويل ما زال مسيطر سيطرة تامة، الطويل للسيد نادر ابن فضوة المطيري مسيطر وما زال مستمتع. جميل الاستثناء، يا سلام يا سلام للطويل. 1200 متر 1200 متر على خط النهاية. الفريد واصل والكاظم واصل يا جماعة. الفريد للسيد حشر ابن ظفر الهاجري، والكاظم للسيد مجدل ابن عواض العتيبي، وصاحب هذا الشوط في الأسبوع الماضي الكاظم، ويقوم بعناية تضمين السيد زايد ابن مجدل العتيبي، ويتقدم رويدا رويدا للمراكز المتقدمة. ولكن التغير على المركز الأول والكيلو الأخير، كيلو يا جماعة والله كيلو، كيلو التحدي، كيلو الشجاعة. الكاظم للسيد مجدل ابن عواض العتيبي، والفريد للسيد حشر بن ظفر الهاجري، والطويل للسيد نادر بن فضوة المطيري. ولكن خلوني مع الثنائية، خلوني مع ثنائية المقدمة، خلوني مع الكاظم وخلوني مع الفريد، الفريد والكاظم. والله الكاظم ما زال مستمتع في المركز الأول وما زال مسيطر سيطرة تامة. الكاظم للسيد مجدل بن عواض العتيبي، ويقوم بعناية تضميره السيد زايد بن مجدل العتيبي. والفريد بالمركز الثاني، الفريد للسيد حشر بن ظفر الهاجري. ولكن خلوني مع الكاظم، الكاظم للسيد مجدل بن عواض العتيبي، وما زال مسيطر سيطرة تامة. ولكن الفريد واصل، الفريد واصل للسيد حشر ابن ظفر الهاجري. ولكن ولكن خلاص خلاص، نزف التهاني والتبريكات للسيد مجدل ابن عواض العتيبي، ونستمر على هذا المنوال. ثاني التبريكات للسيد مجدل بن عواض العتيبي، إذا استمر على هذا المنوال الجميل والأداء المتميز والرقص المعتاد الجميل. الكاظم للسيد مجدل بن عواض العتيبي، والله سلام سلام لعزبة مجدل بن عواض العتيبي. ونزف التهاني والتبريكات للسيد مجدل بن عواض العتيبي، ولمضمره لمضمره زايد بن مجدل بن عواض العتيبي. التبريكات الثانية للسيد مجدل بن عواض العتيبي على حصول الكاظم في المركز الأول. المركز الثاني الفريد للسيد حشر بن ظفر الهاجري، وفي الانتظار المركز الثالث.
السنافي للسيد مسر بن مبخوت العجمي، وفي المركز الرابع المتحد للسيد حسين بن مانع بدواس العجمي، وفي المركز الخامس محبوب للسيد سعود بن طنان الهادي، وفي المركز السادس الطويل للسيد نادر ابن فضوه العتيبي، وفي المركز السابع دسمان للسيد مشعان بن محمد العتيبي، وفي المركز الثامن الزعفران للسيد مجد العواض العتيبي، وفي المركز التاسع مرعوش للسيد مقبل بن زاهد العجمي، وفي المركز العاشر شعار سيد فيصل بن طالب بن كنعان المري. أعزائي المشاهدين المستمعين الكرام، نزف التهاني والتبريكات للسيد مجد بن عواض العتيبي على حصوله الكاظم في المركز الأول، وإلى اللقاء مع شوط الآخر.